السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب إذا إحنا أخذنا بالدرس السابق الفكرة عن استخدام الـ public والـ private والـ protected، خلونا نشوف لو إجينا إحنا حاليا استخدمنا class الـ person، وهذا class الـ person بيتكون من مجموعة properties على method، واستطعنا من تغيير الـ الاسم والـ last name والـ age والـ address عن طريق الـ عمل object ومنادات هذا البروبرتي. احنا في حالات تصير عندنا انه هذه المتغيرات اللي موجودة اللي احنا بنسميها بالبروبرتيز بنستطيع تغييرها خارج الكلاس، صح؟ الان هذا هو الكلاس، تمام؟ هذا كلاس البيرسون. انا استطيع من تغيير هذه المتغيرات خارج الكلاس. لماذا؟ لانه هي public. تصير عندنا حالات انه احنا نخفي هذه المتغيرات عن الاوبجكت الخارجي، لكن تغييرها كيف يكون؟ تغيير هذه المتغيرات يحدث في داخل الفانكشنات اللي هي عائدة لمن؟ عائدة للكلاس. بمعنى اخر هذا راح نخفيها عن التعديل، لن نسمح بالمستخدم انه يقوم بتعديل على هذه البروبرتيز. التعديل الوحيد راح يتم عن طريق الفانكشن، بانه احنا نعطي للفانكشن والفانكشن هو اللي راح يقوم بدوره بتغيير القيمة، تمام؟ هذه الحالة بيسموها بالإنكابسوليشن، بأنه احنا نعزل في أشياء خاصة بتكون في داخل الكلاس لا نرغب بمشاهدتها من قبل المستخدم، وهي تنفع بالحماية. طيب هنا إذا جينا عملنا مثلا كلاس آخر، فليكون هنا نيو فايل ونسمي هذا employee.class. طبعا انت ممكن تعمل employee.php على فكرة، ليس له علاقة بإضافة class، يعني عادي ممكن تعمل employee.php. انا اضفت .class.php دلالة على انه هذا class، وإلا انت ممكن انه تعمل employee.php فقط. فإذا راح اعمل copy paste للemployee، اغلق الperson، اجي اغير class الى employee، وهنا عندي الموظف راح يكون عنده first name, last name, age, address، ممكن إضافة أيضا public dollar salary salary، تمام، فارزة منقطة بهذه الصورة. إذا أنا أول شيء أحتاجه لو وقفت هذا الفانكشن، أجي هنا في الأسفل ألاحظ أنه هنا عندي person وإلى آخره من أمور. طيب راح أترك هذا الشيء، طبعا هنا هذا أحذفه، هذا كله أستطيع أنه أحذفه. طيب راح نبقي هذا فقط، تمام، قد نحتاجه في المسبق يعني في ال... بهذا الصورة، تمام. employee يعني هذا class employee، هذا employee. طيب بمعنى آخر أنه إحنا الآن عملنا هذا الموديفاير أو ال visibility هو public، يعني أنه إحنا خارج الكلاس نستطيع الوصول إلى مثل ما شفنا في person class. إحنا هذا راح نحوله إلى private، تمام، راح نحول الـ first name, الـ last name, الـ age, الـ address كلها private، بمعنى أنه يجب الكلاس الوحيد أن يشاهد هذه المتغيرات، لا يمكن مشاهدتها من خارج الكلاس. طيب لو جيت أنا كتبت هنا على سبيل المثال person 1، تمام، لاحظ في عندي مثلا على سبيل المثال first name، أو ممكن نأخذ من أنا لاحظ في الأسفل في عندنا هذا، تمام، ممكن نأخذها ونضعها في الأسفل، تمام، person first name last name age و address وإلى آخره من أمور، بعدين نستعرض person اللي هو object. خلنا نعمل هنا أنا save، هذا employee، تمام. فإذا جينا على الرابط وجينا هنا بدل person، خليني جينا نحذف هذا، نعمل enter، نلاحظ عندنا employee php، نلاحظ كلها null، وهنا يعطينا error. ليش؟ لا يمكن الوصول إلى private property، بمعنى هذه لا يمكن الوصول إليها، صارت private. طيب كيف أستطيع أتمكن من تغييرها؟ راح نعملها عن طريق الفانكشن. إذا جيت عملت public، هنا الفانكشن حتى أستطيع استخدامها خارج الكلاس لازم يكون public. public function، تمام، public function مثلا get، راح أجي أعمل getter and setter. طيب هنا get مثلا first name على سبيل المثال، أكرر هذه الحالة للباقي، تمام. get first name get last name الـ L بالكابيتال،
get age ال A بالكابيتال لاحظ كامل كيس يكون أفضل حتى يكون واضح. تمام أنسخ واحد آخر أعمل بيست أنزل للأسفل أخذ السالري S capital. طيب هذه الجيتر حيرجعنا هذه المتغيرات لأنه هذه الفانكشنات هي من ضمن الكلاس فعادي احنا قلنا أي شيء private ممكن استخدامه إذا أنت كنت تستخدم أشياء في داخل الكلاس. الفانكشن هذا في داخل الكلاس إذا من حقه أنه يصل لهذه المتغيرات. return كيف نستخدمه؟ this صح احنا قلنا داخل الكلاس لازم this فكون انه first name راح نقول له this first name فارس من القطع. نفس الشيء بالنسبة للباقي لكن مع التعديلات last name هذا راح يكون last name age هذا راح يكون age address هذا راح يكون address salary هذا راح يكون salary. هذا هو ال get او ال getter. نجي نعمل set انه نضع قيم لها فالset ايضا public function public function اجي اقول له set مثلا first name تمام بهذه الصورة لكن هذا راح ياخذ argument. الفانكشن هذا اللي راح انادي عليه من خارج الكلاس راح اضع في داخلها قيمة حتى يستطيع من تغيير من الفيرست نيم على سبيل المثال تمام. طبعا راح اخذ هنا الفيرست نيم ممكن تضع اي شيء هنا عادي مش شرط الا فيرست نيم. هذا ايش راح يعمل؟ راح اقول له انت وظيفتك this عفوا هذا سهم this لاحظ this first name اللي هو تابع للكلاس غيرها او اجعلها تساوي هذا المتغير اللي راح اعطيك اياه عن طريق الاوبجكت اللي راح اصنعه خارج الكلاس اللي راح اعمله هنا أنا. اوكي بهذه الطريقه هذا مفروض انه احنا نعمله كوبي بيست تمام. هذا كله مفروض انه نعمل له تاب اي ثينك او شيفت تاب بيرجعهم تمام. تاب يقدمه شيفت تاب بيرجعه فاجي هنا أنا مثلا last name تمام عندنا ال age عندنا address عندنا salary تمام. وايضا لازم نغير هذه الاشياء هنا last name اذا set last name تمام هذا بالكابيتال age set age هذا بالكابيتال address set address هذا بالكابيتال salary set salary الاس بالكابيتال تمام. اذا الستر صار عندي حاضر عن طريقها راح اعطي متغير للكلاس هذا بيحول هذه القيم للقيم اللي انا اعطيتها وبعدين يجي يمنحنا او يعطينا القيم عن طريق الجيتر تمام. طيب كيف انادي عليها؟ طبعا في البدايه انا لو اجيت هنا عندي person الاول او مثلا employee الاول راح يساوي لي new employee اللي هو الكلاس اجي اعمل pre equally عن طريق الفار دامب حتى اشوف الاوبجكت شو هو محتوياته بعدين اجي اعمل ايكو. طبعا هذا لن يظهر لانه هذول برايفت صح. طيب كيف راح اقوم بتغييرها؟ بسيط جدا انا هذا اعمله بهذه الطريقه سوري هذا ليست person اصبحت employee تمام employee. طيب هذا تمام لاحظ ظهر عندي مجموعة. طبعا انا اعرف انه الادرس والايج لا يمكن الوصول الها لكن كيف اغيرها؟ اغيرها عن طريق السيت. لاحظ اقول لك مجموعة get وهذه مجموعة set تمام set name set name واجي اضعها بين القوسين
بهذه الصورة. تمام؟ إذا ضع الاسم الأول هو محمد. نفس الحركة عفوا نفس الحركة للاست نيم مثلا. ممكن أني أخذ هذا وبدل المتغير الباراميتر أجي أضع argument اللي هو عيسى. وأجي هنا عندي age set age وأجي أضع هنا رقم 33 وأجي أضع address أيضا عندي set address. والadress راح يكون أيضا string كيركوك إيراك. تمام؟ وأستطيع أصنع لي السالري أيضا. أخذ هذا وضع لي السالري. لو أجي على السالري هذا أوبس سالري وهذا السالري راح يكون رقم مثلا 3000 على سبيل المثال. أجي أعمل هنا سيف. طيب أجي أعمل هنا ريفرش. لاحظ ظهر عندي هذه القيم اللي هي في البداية null. تمام؟ هنا يطلع لي first name هو من؟ محمد. last name عيسى. الage 33. الادرس هو كركوك عراق. والسالري هو 3000. لاحظ private 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 private. عرفت كيف؟ يعني انه بيغير هذه القيم لكن هي بتظل private. عن طريق الget والset احنا نقوم بالتغيير. لا يمكن تغييرها عن طريق المتغير نفسه. يعني مثلا هنا اذا جيت قلت عن طريق البروبرتي employ one واجي اختار اي بروبرتي على سبيل المثال first name احنا قلنا. تمام؟ واجي اقول انها هي تساوي مثلا محمد. تمام؟ واعمل فارزة مناقضة على سبيل المثال او احمد. احمد. تمام؟ واجي اعمل save refresh. لاحظ يطلع لي error ما ممكن تغييرها. هذا ما ممكن تغييرها لانها انت تتعامل مع البرايفت. تمام؟ بالسابق كان ممكن تغييرها لكن الآن ما ممكن تغييرها. فبهذا الحالة احنا نعطي نوع من الحماية للمتغيرات اللي موجودة في داخل الكلاس انه تكون خاصة فقط للكلاس لكن ممكن تغييرها عن طريق من؟ عن طريق الفانكشنز اللي في داخلها. احنا دا نعمل كلاس وايضا دا نصنع object وعن طريق الget والset نستطيع من تغيير القيم اللي موجودة في داخلها. وكانت هذه النتيجة. نعمل رفرش. لاحظ بيرجع بهذه النتيجة. إذن هذا موضوع الجيت والست. نوقف هنا نكمل درس.